الناموس، الناموس متوجه 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 متوجه. الوافي يا سعد محمد سعد الحمد المري 96 درجة ناموس، شوط المفاريد الشرايا لأبناء القبائل فئة المجاهيم. فيك فرقان يا سعاد يا عشير الغنمين، بعدك من الناس يا القرمة حتى غنداك، مدتك تعش في وجع وتشبع جايع جنة الفردوس جعلها مقربك وباك، وانت حصلت جماله وطبعك من سنين ما لقاها كن صاب ينغزى مثل مغزى ما لقاها كن صاب ينغزى مثل مغزاك. أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء، كما شاهدتوا شوط الغمم والإثارة، الشوط المفتوح للمفاريد أبكار والتي أنتزعتها وافية تيام. وين التحية يا شباب؟ وترجع ملكيتها لسعد محمد بن حمدة المري. تهانينا يا ابو محمد على هذا الانجاز، وهي تكرر الناموس ايضا في مهرجان الظفره. حالك خير وعافيه يا ابو خالد. لمن تهدي هذا الانجاز؟ جميع جمهور الوافيه. ايش رايك في الاسم اللي اطلقنا عليها وافيه تيام؟ الله يطول عمرك، ما جاي منك الا كل علم طيب. جالسين حالك والسامعين. انت احد الناس المهتمين دائما بحضوره في مهرجان الظفره، كيف ترى مهرجان الظفره لهذا العام يا ابن حمده؟ والله اراه الحمد لله من نجاح الى نجاح. كيف رأيت التنظيم التحكيم يعني بجميع؟ لا يعلى عليه، لا يعلى عليه ما شاء الله. وكلمتك لهم أيضا؟ بيض الله وجيهم ووجهك أبو خالد. وجهك. إذا نأخذ تغطية لوافية تيام يا أبو محمد. مرحبا بكم، مرحبا، وقلطوا إن شاء الله في الحفل. إن شاء الله بإذن الله. بدأت بسمة Shut up!